مشاهدي بيت الكل، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. مساء الخير عليكم. مساء الخير. اقول لكم حاجه، يا ريت انا دي هتكون من اسعد الحلقات ليا. السبب نتفق، السبب انه تاريخ انا عشته وتاريخ عاشه كل المصريين. صح. لما انت بتعيش تاريخ وبتعيش لحظاته وبتحس ان انت كنت موجود وصانع بصوتك كان عادي للحريه، مش بس سمعت عنه. في فرق لما تكوني قراتيه او سمعتيه وفعلا لما تعيش اللحظات هاي. صحيح. تشعري، وحتى بيكون في مسؤوليه كيف بدك تحكيها للاشخاص حواليك او الجيل اللي جاي، وازاي تكون صادق وانت بتحكي. مش لحالك شافك تبعتي هذه القضيه، ممكن تحكي عنها مستقبلا. عمليا العالم تبعها والمحيط العربي تبعها باهتمام بالغ وقوي، وكان ينتظر هذه النتائج اللي بنشوفها اليوم عمليا على الارض من نهضه كبيره. حتى تابعنا كل الاحداث اللي مرت، كنا قلبا وقالبا مع اخوتنا في مصر حقيقه. اذا هو 30 يونيو العظيم، نعم هو تاريخ عظيم، عظيم لكل بيت في مصر، عظيم لكل شعب مصر، عظيم لكل مواطن ومواطنة موجودين على أرض مصر، وأيضا لكل البلدان العربية اللي كانت محبة ومشاركة معانا، وكأنهم يقفون في الشارع المصري ويهتفون تحيا مصر، تحيا الحضارة، تحيا الحرية، تحيا أن تعيش على بلدك كما هي دون أن يغتصبها أحد بكلمة أو يأخذ حقها أو يغير من هويتها. فعلا شافتي، وكثير من هذه اللحظات كانت موجودة تاريخيا، ولكن الأهم هو الوئام والتلاحم بين الدول العربية في العلاقات المشتركة، سواء كانت اقتصادية، سياسية أو غيرها من الأمور. مثلا بين مصر والأردن دائما هناك تنسيق في المواقف، العمل على محاربة الإرهاب، وحتى موقفهم الثابت من تجاه القضية الفلسطينية. هذا التناغم سواء كان في التحالفات ما بين العراق الشقيق فلسطين حبيبي وأيضا مصر والأردن، يؤكد على مدى أهمية العلاقات المشتركة، وأيضا إيصال رسالة واحدة بأننا واحد بغض النظر عن الدولة. إذن هي ثورة 30 من يونيو حزيران التي نحتفل هذا المساء بذكراها التاسعة، وهي ذكرى جميلة لأننا كما أسلفنا قبل قليل نتابع مخرجات هذه الثورة على الأرض من نهضة ومن أمن وأمان على الصعيد المصري، شكلت على مفارقة عمليا في التاريخ المصري، وكذلك كان لما يحدث اليوم آثار ليس فقط على مصر ولكن على المحيط الإقليمي والعربي.